مساء الخير، حلقة جديدة ومواضيع جديدة ومنوعة بحلقة اليوم من فولو أب. بقصتنا الأولى يوسف قباني يتفنن بإذلال الناس بدمشق، وبقصتنا الثانية حمو بيكا يبكي على الهواء مباشرة. أما بالقصة الثالثة، السيارة المنحوسة بتقتل ثلاث ملوك عرب. وآخر شي معنا لليوم، فان دام بيعتزل ومدير أعماله لسه بكير. خلونا نبلش. يوسف قباني هذا الشاب نفسه تبع أكثر صيامك برمضان وخد آيفون إذا بتتذكروه، تبع جمع المشاهدات واللايكات، إنه على أساس تجربة اجتماعية. يعني يوسف شاب صغير بس فاير دمه، وواضح كتير إنه فاير دمه. شاف اللي وصلت له الناس بالشام، قال لحاله يا ولد ما بده، حمل حاله وبوشه على الشام، ونفس اللي عمله بلندن جرب يعمله بالشام بس بوقاحة أكتر، لأنه بلندن كانوا الناس صايمين تعبد وقتها، أما بالشام كان الفقر والحرمان هو سبب صومهم الإجباري. سيدي مالنا بالطولة، نزل يوسف على الشام ومثل الشبيحة مشي ومعه مرافقة، وقال يعني لابس جلابية بيضة وعباية اقتداء بالشيوخ، وحمل هالمصاري وصار يوزع على الناس المحتاجة. بس شو بده يوزع ليوزع؟ البلد كلها محتاجة. المهم بعد نشر يوسف للفيديو وطريقة كلام الناس معه بالفيديو، آلاف التعليقات والصفحات فتحت النار على يوسف، وقالت إنه عم يستغل حاجة الناس لحتى يجمع مشاهدات أكثر، وبالمحصلة بيجمع فلوس أكثر. وهالشي كان واضح من خلال إظهاره لوجوه الناس واستجداءهم ليوسف. يوسف رد على الحملة اللي انتقدت تصرفه وقال إنما الأعمال بالنيات، بعترف حمل المصاري بالإيد كان خطأ كبير، آسف إخواتي، ولكن الحراسة الشخصية كانت فقط إذا حصل شيء ليشهدوا ويكونوا متيقظين، مو لأني متكبر أو شايف حالي على الناس أو مشان زل الناس المحتاجة. والناس يلي طلعت بالفيديو كلها أخذت إذنهم بتنزيل الفيديو ونشره، أنا ما بنشر شيء ما معي تصريح فيه. والكل قال ما في مشكلة، والفكرة كان بدهن الشعب يعرف إنه في ناس عم بتنام بالشارع وبحاجة للمساعدة، وكلهم شافوا الكاميرا وهي وعم تصور. وبعتذر للناس يلي فهمتني غلط، لكن لك حرية التعبير والنقد البناء مو بالشتم والسب. وهذا اللايف أنا حكيت كل شيء بخص الفيديو وبرأت زمتي. مع الأسف إذا ما بتفهم هي مشكلتك. لو أجنبي سواها بتحكوا هذا الحكي؟ أو لو أجنبي سواها بأمريكا هذا الحكي بينحكى؟ ولا بس لأنني أول عربي بيساوي هذا الشيء وبيورجي العالم كيف عايشة لازم كون عم زلهم؟ حسبي الله. بس نحن مع الأسف في عندنا مشكلة بالعقلية، شو ما بتساوي ما حدا بيعجبه، لذلك افعل ما شئت فإننا راحلون ولك حرية التعبير باحترام. مثل ما قلنا آلاف التعليقات إجت على فيديو يوسف، ومن هالتعليقات موفق علق وقال روح تعلم من اليوتيوبر والإعلامي المصري علي فايز كيف بيساعد الناس بطريقة محترمة وبدون إهانة وبدون لبس خليجي وبدون ذل وإهانة من أولاد بلدك، على أساس مو كل العالم بيعرفوا إنه شعبنا صار أفقر شعب بالعالم. رانيا علقت شو بدك تحكي؟ بدك تبرر مزلتك للناس؟ بدك تعمل شيء لله؟ سكر هالكاميرا وساعد الناس بلا هالبهورة. حاجة تقول توعية، شيء معروف إنه العالم ميتة، ما في داعي تعمل هالشيء لتوعي الناس. أما حسين قال إذا بدك تسعد الناس مو بهي الطريقة، شايل المصاري بإيدك والناس عم تترجاك، عيب عليك يا زلمة، كنت تعطيهم بطريقة تانية. تعليق آخر، أنت عم تجمع مشاهدات مو أكتر ولا أقل، يا ريت إذا بدك تطلع وتشهر حالك لا تطلع على كتاف الفقراء، ماشي اللي عملته زل الناس، أنت عم تسيء لأهل بلدك، عيب حاجة تقول توعية، بدك تعمل خير لا تظهره على العلن. أما حسين السرحان علق تعرف كنت احترمك بالماضي، أما الآن فأنت إنسان طبع عليه الطابع الغربي، وهذا الفيديو غير إنساني وغير أخلاقي وغير منطقي، الشعب السوري يحتاج ولكن ما بينزل. حمو بيكا ما بعرف أقول عنه فنان أو مطرب أو مؤدي، بجد ما بنعرف شو الاسم الصح لمغنيين المهرجانات. المهم مشاكله هو وكل مغني المهرجانات بمصر ما بتخلص مع نقابة الموسيقيين المصريين. حمو بيكا بفرحه كان عامل مشاكل، وبحزنه أيضاً كمان عامل مشاكل،
بآخر ظهور لحمو بيكا ببرنامج كلام الناس على قناة MBC مصر، سألته المذيعة عن انضمامه لنقابة الموسيقيين، وجاوبها أنه ما رح يعيد التجربة وما رح يقدم على امتحان النقابة بعد ما فشل بالدخول سابقاً، وقال أنه قرارات النقابة بتطبق على ناس وناس، وأنه امتحان النقابة ما بتطبق إلا على حمو بيكا. وقال بيكا وهو عم يبكي أنه بس بده يأكل عيش ومش عاوز حاجة تاني، وبعدها انفجر بيكا بالبكي وتم نقله للمشفى. بعد الحلقة طلعت تفاصيل كثيرة، قالت أنه بيكا بيعاني من مرض اسمه كرون وهو مرض نادر، وقال مدير أعماله كمان بتصريحات صحفية أنه مرض حمو النادر هو سبب في بطنه الكبيرة وبيحتاج فيها لحقنة علاج كل 3 أشهر بتكلف 130,000 جنيه مصري، وأنه حمو ما معه هالمبلغ. حالة حمو وبكاؤه على التلفزيون أشعلت مواقع التواصل، عدد من المعلقين شمتوا بحمو وقالوا أنه ده أخره بتاع أغاني وبينقل لجيل الشباب الفسق والأغاني والرأس، مثل أمة الله اللي قالت تاكل عيش؟ أنت محسسني أنك بتقدم رسالة، أنت بتطلع بتقول أي كلام ملوش أي لزمة، بتساهم بضياع أجيال أكثر من هم صايعين. أصلاً ما أنت فتحت مطعم ولا ده مش أكل عيش برضو؟ هو مثلاً مش المطعم اللي أنت فتحه ده مش فيه عمال والعمال دول فاتحين بيوت برضو؟ ممكن تركز في الحلال ويكبر ويبقى سلسلة، ولا الهطل اللي بتسميه غنى ده بيكسب أكثر. من التعليقات اللي اجت على موضوع حمو بيكا كمان، مريم علقت وقالت ربنا يكفيه، هو ينفع حد يشمت بالمرض؟ هو مين يضمن صحته ولا فلوسه ولا أي حاجة؟ ربنا يكفينا شر سلبي نعمة بعد عادة ويمتعنا بالعافية ما حيينا. علي كمان علق ظلمي فين؟ بس انت فعلا صوتك وحش ويبقى عارة على النقابة لو خدت كرنيه، وازاي واحد مش متعلم يطلع يغني ويوصل لكل بيت؟ مختار كمان علق نتمنى لفتة إنسانية وأخلاقية من الفنان هاني شاكر ويقوم بزيارته مهما كان الخلافات بيناتهم، لكون الزيارة بيكون إلى أثر إيجابي مع الفنان بيكا. محمد علق فعلا ظلم، بس إيه اللي يخلي واحد زيك يركب أغلى العربيات وياخد بالملايين بالحفلات سواء أنت أو شاكوش أو أي مغني أو أي ممثل، ويخلي دكتور قعد 7 سنين يدرس وطالع عين أهله وفي الآخر ياخد ملايين؟ الحياة اللي تخلي مهندس متخرج من أصعب كلية يشتغل سواق ولا يفرش فرشة في الشارع وما يكونش يلاقي ياكل حتى؟ أنت متخيل الفرق؟ أنا عارف إن الدنيا أرزاق، بس اللي بيحصل ده إهانة لأي واحد متعلم بالبلد دي اللي ما بتقدرش غير الكلام الفارغ، أو ما بتقدرش غير الكلام الفارغ. تعليق من رودي، بيكا أطيب واحد فيهم وأكتر واحد مظلوم، وفي ناس كتير قوي بتغني من غير تسريح النقابة وهو عفوي، حرام، ولا هو الناس دايماً بتيجي على الغلبان. السيارة النحس قتلت 3 ملوك عرب. ناس قالت إنه السيارة نحس وناس قالت نصيبهم يموتوا بهي السيارة بالذات. السيارة هي من نوع مرسيدس 770 كي، قتل فيها 3 ملوك من العراق، والثلاثة ماتوا وبأعمار صغيرة، وموت الثلاثة كان مشكوك فيه وآثار إشارات استفهام. خلونا نشوف هالسيارة. الملوك هن فيصل الأول وقاد السيارة من العام 1921 إلى وفاته بالعام 1933، ووقتها قالوا إنه وفاة الملك كان بعلة تصلب الشرايين، لكن بعدين انتشرت أخبار أكدت إنه الملك مات مسموم. وبعد الملك فيصل الأول انتقلت السيارة لابنه الملك غازي عام 1939، كان عمر الملك وقتها 27 سنة. وبنيسان لقوا الملك مقتول بالطريق ببغداد، وقتها قالت الأخبار إنه الملك مات في حادث سيارة غامض ومشبوه، لكن تقارير قالت إنه اللي صار للملك كان عملية اغتيال، وخصوصاً بعد اختفاء خادمه الخاص عبد سعيد بعد الحادث مباشرة. وبعد موت الملك انتقلت السيارة لابن الملك فيصل الثاني
وخاله عبد الإله اللي كان وصي على العرش لأنه كان طفل وعمره بس 6 سنوات. وبسنة 1953 وقت كان عمر الملك 18 سنة بدأ يستخدم هالسيارة مثله مثل أبوه وجده. وبسنة 1958 كمان مات الملك بمجزرة قصر الرحاب الشهيرة. المهم السيارة المنحوسة انباعت قبل أيام بمزاد علني بالولايات المتحدة وبسعر تخطى 2,500,000 دولار أمريكي. المالك الجديد للسيارة بعده مجهول الهوية، يمكن ما حاب يظهر اسمه حتى ما تصيبه لعنة هالسيارة. خلونا نشوف كيف كانت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هالقصة. وأول تعليق معنا من محمد اللي قال: السؤال ليش عن مالكها الجديد؟ السؤال إنه السيارة إحدى ممتلكات الأسرة العراقية الحاكمة، فمن الذي قام ببيعها؟ وبجيب مين نزلت 2,500,000 دولار؟ تعليق من تالية: كل العوائل الملكية تتوارث السيارات والسلالات النادرة للخيل، وحتى الأميرات تتوارث المجوهرات من الجدات الحفيدات، فهذا الشيء طبيعي وماكو شيء اسمه نحس، لأنه السلطة تريد شخص قوي والعائلة الحاكمة كانت مسالمة تقريبا، لهذا وللأسف الاغتيالات كانت من نصيبهم. أحمد علق وقال: بلكي يصعدون بها سياسيين صدفة حتى الله يسهل عليهم ونخلص. كمان تعليق آخر: هذا سرقة بحق ممتلكات العراق وهذا تحفة من التراث. وبعدين من نحكي إنه الاستعمار أو أمريكا والغرب سرقوا آثارنا، يجاوبون إنه أمريكا تحافظ على ممتلكات العراق التاريخية، وتحت عنوان إنه ماكو أمان بالعراق فأمريكا والغرب تحافظ على تراثنا وآثارنا. حسبي الله ونعم الوكيل. بلسم علقت: يعني من 1921 السيارة تتوارث وهم عائلة حاكمة، وإحنا هسه بنفس السنة كم سيارة يمتلك المسؤول وعائلته؟ وبآخر قصصنا لليوم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن نية الممثل العالمي جان كلود فان دام، وبعد 40 عاما من التمثيل الاعتزال. فان دام اللي عم يصور هلأ فيلمه الأخير What's My Name قال بتصريحات صحفية إنه هالفيلم هو فيلمه الأخير، وقال نجم أفلام الأكشن: قررت توديع الساحة السينمائية، أردت لهذه النهاية أن تكون بمستوى أعلى من الأكشن. صحيفة النهار اللبنانية كذبت خبر الاعتزال ونقلت عن مدير أعمال فان دام وليد التلباني تأكيده إنه فان دام ما قرر بالاعتزال وإنه الناس فهمت تصريحه غلط. وقال التلباني: بالتأكيد لن يكون هذا هو آخر أفلامه كما تداول البعض. وقال كمان: تعليقي على هذه الضجة هو أنه كان يقصد خلال تصريحه أنه الفيلم المذكور سيكون آخر أفلامه القتالية، وهناك فرق بين أفلام الفنون القتالية والأكشن بكل تأكيد، وأحياناً يتم المزج بينهما. وبرأي التلباني أنه الأفلام بتندرج تحت أكثر من نوع من الفنون القتالية والأكشن والرعب، وفي دراما والرومانسي وغيرها. وأعتقد أن فان دام بيقصد أنه رح يكون آخر الأفلام من نوعية الفنون القتالية، وأؤكد أنه ما رح يعتزل الأكشن وهذا الشيء مستحيل. طبعاً بالحديث عن فان دام ما فينا ننسى النزال الأسطوري هيل إنسل مع الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، وقتها تحدى هنيدي فان دام بنزال، وبعد ما قبل فان دام النزال أكيد رح يتراجع لهنيدي. ووقتها كتير ناس توقعت وجود فيلم بيجمع النجمين، لكن كان الموضوع هو ما في أكثر من مسحة بين نجمين. فان دام اللي صار عمره اليوم 62 سنة مولود ببلجيكا، مع أنه الناس بتفكر أنه هو أمريكي، تعلم الفنون القتالية وهو ابن 10 سنوات، وحصل على الحزام الأسود بالكاراتيه عن عمر 18 سنة. انتقل للولايات المتحدة وبدأ مسيرة فنية حافلة امتدت من العام 1986 لليوم طبعاً، وكان دوره بفيلم بلود سبورت اللي حقق نجاح كبير لينطلق بعد فان دام بعالم أفلام الفنون القتالية. هلأ من التعليقات اللي إجت على الموضوع في عنا تعليق منور: فان دام الحاجة الجميلة فيه مازال على الفطرة خير من برشا ملحدين عرب، وهو مطلع على الثقافة الإسلامية تعجبه كما لا تعجب بعض القريبون منا. أحمد كمان علق: خسارة موجعة للسينما. عموما شكرا على كل أعمالك، على هوليوود أن تعيد اعتبار هذا الأسطورة ووضع نجم له في طريق هوليوود. كمان تعليق آخر: جعلنا نصدق أنه يمكن إسقاط شخص بضربة واحدة، لكن مع الوقت تأكدنا أنه نحتاج أكثر من ضربة والأمر في الواقع صعب. تعليق من نوح: محمد هنيدي هو المسؤول الأول عن اعتزال فان دام، قضى على مسيرته. أما بسمة قالت:
ممثل رائع جداً وأمتعنا بأفلامه وبيستحق كل الاحترام والحب، وإذا قرر يعتزل فبالتوفيق له في حياته وهو بيعرف اللي يصلح به. وبهيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم، بكرة حلقة جديدة ومواضيع جديدة من فولو أب. ما تنسوا تتابعونا على أورينت وأورينت بلس. سلام.